السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في هذه الحلقة السريعة جدا جدا جدا. طيب أنا عايز أتكلم في الحلقة دي على موضوع مهم أوي، ناس كتير أوي أثرته في القناة واتكلمت معايا فيه، وهو موضوع الناس اللي عايزة تيجي ماليزيا وتحصل على الحجر المنزلي. أنا طبعا اللي هقوله دوت من واقع خبرات ناس جت هنا تواصلت معاها واتكلمت معاهم عشان نعرف إيه الخطوات المفروض نعملها. انا عايز انبه بس على نقطه مهمه قوي، ان الناس اللي عملت كده دي وافتني بكافه التفاصيل صراحه. من مراقبتي للوضع احيانا بتبقى في تفاصيل غافله عني عن الناس، ممكن بعض الامور الناس تعملها بطريقه مختلفه فتقول لك لا الطريقه دي ما نفعتنيش. فانا اتمنى ان اي حد ليه تعليق على انا بقوله ده او ليه تجربه مختلفه انه يكتبها في التعليقات تحت، بحيث يثري الموضوع ويكون ايه، ويكون كل الناس ان شاء الله تتفرج على الفيديو تستفيد سواء من اللي انا بقوله او من اللي الناس ربنا يكرمها هتقوله كملاحظات. طيب خلونا نقسم الموضوع لحاجتين. الحاجة الأولى في حالة إنك أنت إقامة دائمة، أو والحالة الثانية إن أنت لو موظف أو طالب جاي ماليزيا. في الحالتين أنت ممكن تطلب الحجر المنزلي زي ما رئيس الوزراء قال. أول حاجة، كل الناس اللي ناوي تيجي ماليزيا ومتاح ليها ومصرح ليها زي العمل وماليزيا بيت التاني والطلبة والإقامات الدائمة مش السياحة، لازم أول خطوة في كله إنك تعمل ريجستريشن أو تسجل عشان تحصل على خطاب موافقة من ماي ترافل باس، الويب بيزد او الويب ابلكيشن بتاعهم، الويب سايت هو ده اللي بتخش بتسجل فيه عشان تحصل على الموافقه. لما بتسجل بيجي لك ريفرنس نمبر، هو ده الرقم اللي بتتابع بيه الخطاب بتاعك. الحكومه كانت اعلنت ان الموضوع ده مش هياخد اكتر من 5 ايام عمل او 7 ايام حاجه زي كده، لكن النهارده قرات خبر ان هم مدوا المده، انك انت عشان تحصل هتحصل في غضون 14 يوم، لان هم بيقول ان هم لما فتحوا يوم الجمعه اللي فاتت القطاعات الاقتصاديه جات لهم طلبات كتيره جدا فبقى الموضوع صعب فمدوا المده فهتبقى 14 يوم. طيب خلينا نقول ان جالك الموافقه على الخطاب بتاعك، هتوصلك على الايميل وهيكون مرفق فايل بي دي اف موجود فيه الموافقه دي عشان تقدر تطبقه وتستخدمه، لان طبعا في مطارات ما بترضاش تطلع ناس اصلا الا لما يبرزوا ورقه او مستند يثبت ان البلد هتوافق اللي هم رايحينها هتوافق ان هي تدخلهم. بعد ما بتحصل على ماي ترافل باس، كان زمان في الاول بتبتدي تحجز الحجر الفندقي وتمشي في الاجراءات دي. طيب دلوقتي انت مش عايز حجر فندقي وعايز حجر منزلي، ايه اللي المفروض تعمله؟ هتاخد الماي ترافل باس الموافقه ديت وتبعتها على الايميل اللي ظاهر على الشاشه ده، وانا هحطه برضه في وصف الفيديو في اول تعليق ان شاء الله. فهتبعته هو وصوره من الباسبور وصوره من تيكت الطيران اللي انت قطعته وصوره من شهاده التطعيم اللي انت حصلت عليها من البلد اللي انت فيها. يعني لو انت جاي من مصر لازم تجيب شهاده تطعيم من السعوديه، شهاده تطعيم من وزاره الصحه. اللي بيحصل دلوقتي وده مهم جدا جدا، ان الشهاده دي لازم يتم اعتمادها وتوثيقها من وزاره الخارجيه وتاخد اعتماد من القنصلية الماليزية في بلدك، لازم توثق وتكون فيها اللغة الإنجليزية عشان يقبلوها، وبتكتب انك طالب حجر منزلي وبتبعت الايميل دوت. اللي هيحصل بعد كده ان هما هيبعتولك بقى ايميل في ملف او ابليكيشن هتملاه، هو ده اللي فيه الشروط. هيسألوك بقى على اسمك ونوع اللي هو اللقاح اللي انت خدته وخدت كام جرعة والتاريخ اللي خدت منه الجرعة ديت، وبتبتدوا يسألوك على مكان السكن، هتسكن فين، معاك ناس كبيرة في السن، طب بيتك ده فيه كام غرفة، في شوية تفاصيل كده زي ما انت شايفينها هتطلع على الشاشة. هيسألوك في الملف دوت، ولما تملاه وتبعته لهم هم بقى بيقيسوه بناء على موافقتهم على الشروط اللي هم حاطينها، هيبعتوا لك اذا كانوا هيرضوا يخلوك تخش حجر منزلي ولا لا. وهنا في تنبيه مهم جدا، لو انت سجلت ومشيت في الاجراءات بتاعتك استخدمت رقم الباسبور بتاعك، كمل بقى برقم الباسبور كل حاجه، حتى اجراءات المسحه، اجراءات الحجر، الحجوزات، كل حاجه بالباسبور. لو انت عملت الاجراءات برقم الاقامه الدائمه بتاعتك يبقى لازم تكمل برقم الاقامه الدائمه عشان ما يحصلش لخبطه، لان هو الرقم ده هما بيسجلوا تحتيه كل البيانات. فتيجي مره انت تستخدم باسبورك مثلا في الحجز وتيجي مثلا في المسحه تستخدم رقم الاقامه الدائمه، هنا هيحصل مشكله لان البيانات بتبقى متسجله تحت رقم معين. ده بالنسبه للاقامه الدائمه وماليزيا بيت التاني. هنيجي بقى لو انت طالب او انت حد عنده عقد عمل. عشان تيجي اول خطوه برضو لازم تسجل في ماي ترافل باس. بعد ما بتسجل في ماي ترافل باس هيجي لك الريفرنس نمبر، هتستنى الموافقه، هتجي لك الموافقه. لما توصلك الموافقه هيدوك لينك الموقع المفروض بتخش بتعمل عليه حجز للحجر الصحي الفندقي. خلاص. طيب لو انت مش عايز الحجر الصحي الفندقي ده ما تروحش تسجل في الموقع دوت، ولكن هتعمل ايه، هتاخد بعضك كده هوت وتبعت كل الحاجات اللي قلنا عليها في الاول
تبعتها للايميل برضو اللي هيطلع على الشاشه دوت، اللي هو تحط صوره باسبورك وتحط صوره الفاكسين اللي انت خدته وتحط صوره من الماي ترافل باس اللي انت او ترفق الخطاب بتاع الماي ترافل باس، وكل التفاصيل دي تبعتها على الايميل اللي هيظهر على الشاشه ده، وتنتظر منهم يردوا عليك برضو بابلكيشن تملاه علشان تحصل على الحجر المنزلي. وفي هنا تريكه صغيره، انت دلوقتي او اللي انا عرفته من الناس اللي راحت، الشخص اللي راح بعقد عمل، اللي جاي بعقد عمل، ان هم ما بعتوش الفايل بي دي اف بتاع ماي ترافل باس، وبعتوا له بس كلمه الموافقه كده في ايميل، فلما حاول يسافر من البلد المطار بتاع البلد اللي هو مسافر منها رفضوا يدوا له الموافقه، قالوا له لازم خطاب رسمي مكتوب من الدوله نعرف بيه انك انت هتعرف تدخل هناك. الراجل قلب الدنيا عشان يلاقي الخطاب، ما لقاهوش، لا هو مرفق في الايميل ولا عارف يطلعه من ماي ترافل باس ولا اي حاجه. لقاه فين بقى؟ دخل على myentry.myexpats.com.my، وده لو كتبت ماي انتري ماليزيا بس على جوجل هيطلع لك. عمل ايه بعد ما دخل عليه؟ دخل حط الريفرنس نمبر بتاعه وحط رقم الباسبور، طلع له انه يداونلود الترافل باس بتاعه البي دي اف فايل، ويقدر بقى ساعتها يطبعه ويوريه للجهه فيسمحوا له ان هو ان شاء الله ايه يسافر. ودي نقطه مهمه جدا، لان الشخص اللي احنا كنت اتكلمت معاه اتعطلوا عطله قد كده وضاعت منهم يعني رحله طيران كامله او رحلتين على ما قدروا يطلعوا الملف دوت ويبعتوه ويطبعوه هكذا. ودي من المشاكل بصراحه اللي موجوده بسبب الهرجله وبسبب طبعا المشاكل اللي حاصله والاغلاق وكده، فدي من الحاجات اللي مش واضحه للناس. الحاجه الاخيره، وده سؤال برضو مهم ناس كتير جدا سالت عليه، وهو موضوع اسجل ازاي شهادات التطعيم بتاعتي جوه برنامج ماي سيجاترا. اللي هيحصل كالاتي، هتخش على جوجل وتسيرش على بي كي دي دوت، مركز الصحه بيكون موجود في قريب من المنطقه اللي انت ساكن فيها. لو انت ساكن مثلا بتالانج جايا، ساكن في كوالالمبور، ساكن في سردانج، ساكن في كاجانج، في بوتراجايا، في سايبر جايا، بتسيرش بيطلع لك على جوجل اقرب مكتب ليه. هتاخد بعضك كده وتروح على المكتب ده وتديهم صوره معتمده من التطعيم اللي انت خدته. زي ما انا قلت في الاول كده، لازم تكون موثقه عشان يقبلوها. اللي هم محتاجينه منك اسمك بالكامل، باسبورك، رقم باسبورك، تاريخ اللقاح، خدت اللقاح امتى، وعدد الجرعات اللي انت خدتها سواء كانت جرعه او جرعتين، ونوع اللقاح. وحتى لو انت واخد جرعه واحده بتسجل الكلام ده عشان هم بعد كده يدرجوك في الجدول ويبعتوا لك انك تاخد الجرعه الثانيه من اللقاح. واخيرا موضوع عوده الدراسه لماليزيا، ان شاء الله تعالى بكره تقريبا يعني هسجل فيديو مع دكتور ايهاب هنتكلم فيه عن التفاصيل ديت، وهنحاول نمر على كل الاخبار اللي كانت حول مساله الحضور او حضور الطلاب للدراسة في الجامعات اللي هو الدراسة الحضورية. هنتكلم عن كل التفاصيل وهنوضح للناس ان شاء الله جميع النقاط الخاصة بالموضوع دوت. وبس كده، ده كده كان فيديو كده اجابات على الاسئلة اللي كانت اتبعتت لي. ولو في اي اسئلة حد حابب يسألها او تجارب زي ما قلت في اول فيديو، يا ريت تشاركونا بيها في التعليقات تحت، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات قادمة. سلام عليكم.